المتحدثين في هذه المباراة وعبد المجيد الصواطلة عبد نادي التعاون، نرحب فيك. اليوم خسارة 3 نقاط بالنسبة لنادي التعاون، لماذا هذا التذبذب دائما في نتائج فريق نادي التعاون؟ شوفوا ينتصر يرجع يتعثر، ليش ما يكون في استمرارية بالنسبة لنادي التعاون؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك النادي حق جمهوره حظ أوفر لنا. ما عندي شيء أقوله صراحة، اليوم ما كنا في الفورمة صراحة، دخلنا ممكن نقول متراخين شوي، مو زي المباراتين اللي فاتت كنا داخلين بقوة. توفقوا هم سجلوا هدف، بعدين خلاص كلهم رجعوا ورا. طبيعي النادي مثل احد، يعني اقول لهم مبروك، ما عندي شيء اقوله صراحه. ايش اسباب التراخي اللي تحدث عنه كابتن؟ ممكن انك انت تجي من مباراتين فايز، تلعب قدام احد متذيل الترتيب، يعني كانك تخش واثق بزياده صراحه. نكون صريحين، اليوم ما اعطينا احد حقه وفازوا علينا، يستاهلون. عبد المجيد، عاده ما نشوفه دائما يبدا في التشكيل الاساسي، اليوم على مقاعد البدلاء بدات في شوط المباراه الثاني. والله انا راهن اشاره مدربه وقال لي انه تريح ويلعب اميس سانا، ما عندي مشكله في اي شيء يقوله. يعني اعتقد التعاون اليوم للحلول، لكثير من الحلول. عبد المجيد في شوط المباراه الاول لم يكن حاضر، ايضا اتحدث عن الاسماء الاخرى، جهاد الحسين واللاعب المصري الاخر. اكيد يعني جهاد ياثر كثير على الفريق، لكن الحمد لله فزنا كثير بدون صوت، فزنا كثير بدون جهاد. يعني التعاون ما يوقف على لاعب ولا لاعبين. انا صراحه احيي نادي احد على اللي قدموه، يعطيهم العافيه، مبروكين. شكرا لعبد المجيد.